كلية الآداب والعلوم الإنسانية. انطلقت فعالية المنتدى الثقافي لسيدي إفني يوم الجمعة 22 نوفمبر 19 و2000 بندوة وطنية حول آفاق التنمية وإكراهاتها بمجال سيدي إفني أيضو عمران، والتي احتضنتها قاعة المسيرة الخضراء. التظاهرة العلمية ينظمها منتدى إفني أيضو عمران للتنمية والتواصل، وقد ترأس الجلسة الافتتاحية الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي إفني. هذا المنتدى ينظم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد وذكرى عيد المسيرة الخضراء، وتخليدا لانتفاضة قبائل أيضو عمران ضد الاستعمار الإسباني 23 نوفمبر 1957. نريد من خلال هذا المنتدى استحضار هذه الذكريات الثلاث. بطبيعة الحال ليس من وراء ذلك سرد أحداث هذه المناسبات، ولكن أخذ الدروس والعبر من خلال هذه الذكريات لما تحمله من قيم وطنية وإنسانية خالدة للوطن، وذلك لتذكير الناشئة والشباب بهذه الذكريات وبتضحيات الجسام التي قام بها الأجداد لتحرير البلاد وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة. هذا المنتدى نريده إطارا لإطراء الفكر والحوار حول قضايا التنمية بمدينة سيدي إفني، ومن أجل هذا تم تنظيم ندوة وطنية حول آفاق التنمية وإكراهاتها بمجال سيدي إفني أيضو عمران، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وفريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء والنيابة الإقليمية للمندوبية السامية للمقاومة. هذه الندوة التي سيؤطرها مجموعة من الأساتذة والدكاترة الباحثين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية شراكة بين منتدى إفني أيضو عمران والمرصد الجامعي لمهن وممارسة الإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وجمعية بيت الحكمة فاس غرناطة. في هذه الندوة اليوم جينا للمشاركة بجانب زملائنا الأساتذة ديال شعبة التاريخ بمشروع ديال توقيع شراكة مع المنتدى ديال سيدي إفني وبيت الحكمة غرناطة فاس، اللي هو يعني مشروع جد مهم، لأنه هذا المشروع يعني هذا بيت الحكمة تتبناه اليونسكو، وهو له أعماق في آسيا بجميع بلدان كالصين كسمرقند كأذربيجان. بالنسبة إلينا هذا المشروع يحمل معه مشاريع ثقافية مهمة اللي يمكن تستفيد منها الجهة في التنمية، تنمية العنصر البشري، كذلك في مجال العلمي، في مجال البحث، في مجال الأكاديمي. كذلك باستطاعة هذا بيت الحكمة يبني واحد صرح جديد للإتيان بمجموعة من الوثائق والكتب التي يمكن أن نؤسس بها هنا مكتبة في هذا المجال، وتقدر تكون هي المكتبة الأولى في إفريقيا، لأن هناك مجموعة من البلدان اللي هي يمكن تساهم في هذا الإطار، لأن بيت الحكمة هو مشروع تتبناه اليونسكو كما قلت، وبجانبه كل يعني الشخصيات المهمه ك لي بري نوبل كالكتاب ك اللي يمكن لهم يساهموا معنا ويعني يدفعوا بهذا المشروع لجعله في مدينه سيدي إفني كمشروع كبوابه للتنميه الثقافيه والاكاديميه. Nous venons de procéder à la signature d'une convention entre le Forum Sidi Ifni, UPRAM et la Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma, Casa de la Sabiduria, qui pour nous est un moment de très grande importance parce que la Maison de la Sagesse existe depuis 7 ans. Elle a été reconnue par l'UNESCO l'année dernière. Et parmi ses buts premiers, c'est de lutter contre les incompréhensions, les peurs, vis-à-vis des cultures, des imaginaires, des religions, parce que nous constatons dans le monde actuel, en raison même peut-être des réseaux sociaux et d'une mondialisation rapide, des peurs, des rejets, voire des violences. Et cela nous préoccupe en tant que citoyens et citoyennes du monde. Nous voulons apporter une réflexion en puisant des sagesses traditionnelles, anciennes et modernes, actuelles, parce que nous avons besoin de nous comprendre. Et les connaissances sont importantes,
mais les connaissances ne sont pas la finalité des connaissances humaines, et il nous faut quelque chose qui permet de donner une maturité à ces connaissances. C'est la sagesse, sabiduria, hikmah. Et l'UNESCO nous a vraiment donné un appui symbolique pour que nous creusions ce sillon de compréhension. Et Sidi Ifni est un lieu très important parce que c'est un lieu de convergence désertique et océanique. Et aussi historique parce qu'il y a eu des Phéniciens, des Romains, des Arabes, des Amaziques, des Portugais, des Espagnols. Donc toutes ces humanités-là sont là. وستمتد أنشطة فعالية هذا المنتدى إلى غاية 24 من هذا الشهر.